نظم العقيدة الطحاوية للشيخ محمد بن الدناه لجودي الشنقيطي. الحمد لله القديم الواحد من بعث الرسل لفضح الجاحد، صلى وسلم عليهم أجمعين وآلهم وصحبهم والتابعين. وبعد فالمقصود نظم ما جمع من العقيدة الطحاوي واتبع. الله واحد وقال قادر ولا رب سواه لا شريك مسجلا، لا مثل أول وآخر بلا بدء ولا نهاية جل علا. وكل شيء هالك إلا العلي، والعجز عن إدراكه أمر جلي. حي ولا يموت خالق بلا حول وقيوم ورازق الإله، مميت باعث صفاته التصفي آزل وآبد بها عرف. وهو السميع والبصير والخبير، يحتاجه الخلق بأمره يسير. ويعلم السر وأخفى قدر أقدار أرزاقا وآجال الورى. أمار بالخير وعن شر زجر، وهو يضر فاعلا لا من حضر. بعدله خذل عذب ابتلى، بفضله نصار أسعد البلاء. لحكمة جليلة هدى أضل، لله لا ندى ولا ضد أجل. ولا معقب لحكم إذ يشاء، ولا يرد ما قضى ويختشى. يرضى ويغضب وليس كالبشر، وواصف بذلك المعنى كفر. قد علم المصير كلا يسرى، لما له خلاقه وقدرا. وحكمة القدر لا نبي لا ملاك، قد علم ذا مفصلا. والمصطفى النبي خاتم الرسل، وهديه للإنس والجن شمل. إمام الأنبياء صفوة البشر، منه كما الياقوت من جنس الحجر. من ادعى من بعده وحيا كفر، كقوله القرآن من قول البشر. قلت وبالخلق يقول المعتزل، وهو لتأويل عن الكفر يعزل. وهو معجز كلام الخالق، منه بدا من دون كيف حقيقي. أنزله على نبي الرحمة لهدي إصلاح عموم الأمة. ورؤية الله لأهل الجنة حق بلا كيف بدون مرية. بلا تأول ولا توهم، وفق الحديث والكتاب المحكم. ولا ترم فهم الذي العقل قصر عن فهمه، فذاك للشك يجر. ونزه الحق عن الأغراض جل، عن جهة عن الحدود والمثل. وهو بأحمد سرى بلم ترى، وأما الأنبياء كلا إذ سرى. يقظة بشخصه ثم عرج، إلى السماء كما يشاء ثم خرج. من بعد أن أوحى إليه الله جل، وبالغ المقام الأعلى ووصل.
وصل وحوضه عنه يذاد الفاسقون من ذاقه لا يومأ الدهر يصون وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما في الخبر وافتتح الجنات إذ أرضى العلي وبعده كل نبي وولي والله قد أخذ كل البشر في عالم الذر بعهده السري وهو على الدين الصحيح فطرى كلا وقبل المرسلين أعذرا كرامة الولي حق وكفرنا في الوجود مدعي الغيب القدر ومعجزات الرسل بعد البعثة تجيب لذعنان كل الملة في اللوح بالقلام خط ما قضى فلا يكون غير ما شاء ومضى ولن يصيب العبد غير ما كتب من قدر ولن يرد ما وهب وعرشه ترفعه ثمانية كرسيه فوق السماء العالية وهو غني عنه وعن خلق على عن ضرن أو نفع يطيقه الملا واتخذ الخليل خلا كلما موسى له الهادي رأى تكلما من نوره قد خالق الملائكة لأمره هيأهم لذلك بوحيه قد نازل الروح الأمين في كتب إلى كبار المرسلين والمؤمن المسلم من قد صدق محمدا والتزم الوحي تقى وهو تصديق وإقرار عمل بما من الحق على الهادي نزل كالجزم بالله وبالملائكة وكتب ورسل كذلك واليوم الآخر وما في حشره وقدر وخيره وشره لما قد تضر معه المعصية وبالذنوب لا تكفر طاغية يجحد الدين الذي تواترا أو يستهن أو يستبح قد كافرا بالخوض في ذات العلي ودينه يشقى الذي خاطى كذا قرآنه بين الرجاء والخوف كل مؤمن والأمن واليأس سبيل الفتن ولاية الله لكل المؤمنين أما التفاوت فبالتقوى اليقين وفي المشيئة العصاة المسلمون لكنهم في النار لا يخلدون والفاسق العاصي وأحرى الكافر في قبره نار العذاب الصاهر وروضة قبر المطيع من جنان ومنكر نكير جل يسألان والكاتبون الحافظون شهدا ومالك الموت إذا حان الردى والبعث والجزاء والعرض الكتاب كذا الصراط والموازين الحساب مواقف الحشر الرهيب الأعظم تفضي إلى الجنات أو جهنم مخلوقتان لا فناء لهما بفضله وعدله ملؤهما خلقتا قبل الخلائق وكل إلى الذي كتب يمضي لي أجل أشراط ذي الساعات يخرج المسيح الأعور الدجال ثم المسيح عيسى ويأجوج
ومأجوج ودابة على كل فتغسم الصواب والشمس من مغربها إذ تظهر تغلاق توبة ولا تقدر ووفق طاقة يكلف البشر كصحة وسع تمكن ظهر من قبل فعل وهو لا يكون دون توفيق ذي الجلال في الذي يكون والفعل خلق من إله قادر يكسبه العبد بفعل ظاهر دفن صلاة حق موت المسلمين ولا تقل في أحد غير المبين وطاعة الإمام والولاة حق إلا إذا الأمر بذنب لا تحق وبغض ذي الفسق وذي الكفر أمر به وبالحب لصالح البشر والصحب بغضهم فسوق ونفاق وحبهم يرجى به حسن الفراق وعصمة جماعة وسنة وكذب العراف والكهنة والأنبياء أفضل من ملائكة قد قربوا أو حول عرش سالكة والصالحون بعدهم كالسلسل صديق فاروق وعثمان وعلي تتمة العشرات ثم البدريون وأوحد وبيعة والصادقون أما النساء فمريم آسية خديجة فاطمة عائشة وأمهات المؤمنين الطاهرات وصفوة البنين منه والبنات والتابعون وهداة الأمة من سبهم حازى طريق الخيبة والدين الإسلام ولا دين سواه يقبال والفضل جميعا قد حوى رتابه الإسلام الإيمان وراه أو تعبد الله كأنك تراه وكل ما يرضي العلي عبادة قصدا وفعلا أو دعاء يثبت فالحمد لله على الإيمان به صلى وسلم على الهادي النبي وآله وصحبه والصالحين والتابعين العاملين المفلحين.